نشكر أستاذ محمد العامري على إعداده الجميل لهذا الدرس، وأنا معكم أستاذ بدر الحربي في تقديم درسنا لليوم. طيب تعالوا نتعرف على أهداف درسنا لليوم. تتعرف على نوعاء الكتلة، تقارن بين كتلة القصور وكتلة الجاذبية. طيب في التاهية احنا عرفنا كما في الدروس السابقة ان الوزن هو عبارة عن قوة جذب الارض للجسم، اللي هو حنقول عليها اف جي تساوي الكتلة مضروبة في تسارع الجاذبية الارضية. اذا عرفت مقدار اي كتلة تستطيع انك تعرف وزنها بضربها في ماذا؟ في تسارع الجاذبية الارضية، يعني لو كان عندنا كتلة تساوي 1 كيلو جرام نقدر نقول ان الوزن تبعها اف جي يساوي 1 في 9.8 نجد ان الوزن راح يساوي 9.8 نيوتن. تقدر تطبق هذا الكلام على اي كتلة، جميل. وكمان تعرفنا في الدروس السابقة ان الكتلة عبارة عن ايش؟ عن ميل المنحنى في الرسم البياني للقوة والتسارع. يعني لو جينا اخذنا اي نقطتين راح نجد ان الميل طبعا حيساوي اللي هو دلتا واي على دلتا اكس، التغير في محور واي على مين؟ على التغير في محور اكس اللي موجود على الواي اللي هو الاف، هنا الواي وهنا الاكس. يعني كأنك بتقول القوة على التسارع، ومنها نجد ان الميل يمثل ماذا؟ يمثل الكتلة، ام. هذه كلها درسناها في الدروس السابقة بس حبينا ان نسترجعها معكم. يعني من هذا الكلام انا اقدر اقول ان الكتلة هي عبارة عن نسبة مقدار القوة المحصلة المؤثرة في جسم ما الى مين؟ الى مقدار تسارعه، الى مقدار تسارعه. هذه الكتلة تسمى هنا بكتلة ماذا؟ كتلة القصور، اللي هي نسبة مقدار القوة المحصلة المؤثرة في جسم ما الى مقدار تسارعه. M يساوي والقوة المحصلة على مين؟ على التسارع. هذه الكتلة تعرف باسم كتلة القصور، كتلة القصور. جميل. طيب كيف نقدر نحسب هذه الكتلة؟ كيف نقدر نوجد قيمتها؟ نستخدم ما هو الجهاز المستخدم في قياس هذه الكتلة؟ الجهاز المستخدم عندنا في قياس هذه الكتلة يعرف بميزان القصور، مثل ما هو واضح عندكم في الصورة. طبعا وظيفته هو حساب كتلة القصور، هذه وظيفة ميزان القصور. فكرة عمله نؤثر بقوة في الجسم ثم نقيس تسارعه، باستعمال ميزان ايش؟ ميزان القصور. ومنه نقدر نحسب، بعد ما نولد التسارع نقدر نحسب ايش؟ كتلة القصور. جميل. ولابد انك تعرف انه كل ما كبرت الكتلة M كتلة القصور، كل ما كبرت كتلة الجسم اصبح ايش؟ اقل تأثر. يصبح كل ما كبرت كتلة الجسم يصبح اقل تأثر بايش؟ بأي قوة تؤثر عليه. جميل. طيب ناخذ عندنا سؤال. السؤال يقول لك تعد كتلة القصور مقياسا لممانعة او مقاومة الجسم لأي نوع من انواع القوة المؤثرة فيه، لماذا؟ الجواب سهل وبسيط، انك تقول لأن كل ما كبرت الكتلة أو أصبحت كبيرة مثلا، تمام، كل ما كبرت اللهم صل محمد، كل ما كبرت كتلة الجسم إيش يصير عندنا؟ تصبح
كل ما كبرت الكتلة M تصبح أقل تأثرا بأي قوة، بأي قوة. يعني لو أنا عندي كتلة مقدارها 1 كيلو جرام وأثرت عليها بقوة مقدارها 1 نيوتن، راح تتحرك، تمام؟ راح تتحرك، صح ولا لا؟ تتحرك بتسارع كم مقداره؟ راح تتحرك بتسارع مقداره كم؟ تمام؟ التسارع راح يكون كم؟ 1 متر لكل ثانية تربيع. طيب لو جينا مثلا وجعلنا الكتلة أكبر، حتكون 2 كيلو جرام، ونفس القوة المؤثرة عليها راح تكون القوة المؤثرة عليها 1 نيوتن. إيش راح نلاحظ؟ راح إنها تتحرك بتسارع مقداره كم؟ كم راح يكون مقدار التسارع؟ راح يكون مقداره نص متر لكل ثانية تربيع، متر لكل ثانية تربيع. يعني زي ما لاحظنا أنه كل ما كبرت الكتلة تصبح أقل تأثرا بأي قوة. إحنا افترضنا أن القوة عندنا هنا ثابتة 1 نيوتن، هنا الكتلة 1 كيلو جرام، وهنا الكتلة 2 كيلو جرام. لاحظنا أن التسارع هنا أصبح 1 متر لكل ثانية تربيع، وهنا التسارع قل وأصبح كم؟ نص متر لكل ثانية تربيع. وهذا دليل على أنه كل ما كبرت الكتلة تصبح أقل تأثرا بأي قوة. طيب اتكلمنا عن كتلة القصور، لكن دحين نبغى نتكلم عن كتلة الجاذبية. قبل ما نتكلم كتلة الجاذبية نبغى نستذكر قانون نيوتن للجذب العام، اللي هو جي في ام واحد في ام اثنين على مين؟ على ار تربيع. الكتل المستخدمة في هذا القانون هي المسؤولة عن مين؟ عن الجاذبية، صح ولا لا؟ هنا الكتل ام واحد وام اثنين يا شباب المستخدمة في قانون الجذب العام هي المسؤولة عن قوة الجاذبية ما بين الجسمين، سواء بين الأرض بين الشمس بين أي جسمين، بين أي كتلتين لأي جسمين. عشان كذا هذه الكتل نسميها بكتلة الجاذبية، ونستطيع إيجادها عن طريق هذا القانون. عن طريق هذا القانون نقول M الجاذبية هي عبارة عن R تربيع. طبعا هذا القانون لا تروحوا بعيد، ما هو جديد، هذا هو نفس القانون لكن بشكل إيه؟ بشكل آخر. نقول M الجاذبية بتساوي R تربيع مضروبة في F الجاذبية على ثابت الجذب الكوني على مين؟ على M. على M نقدر نقوله بالكلام أنه كتلة الجاذبية لجسم ما تساوي مربع المسافة بين الجسمين مضروبة في مقدار قوة الجاذبية بينهم، مقسومة على حاصل ضرب ثابت الجذب الكوني مضروبة في كتلة الجسم الثاني، مضروبة في كتلة الجسم الثاني. طيب ايش اللي نقدر، ايش هو الجهاز اللي نستطيع اننا ان نستخدم او نستخدمه لقياس هذه الكتلة؟ هذا هو الميزان يا شباب قدامنا. هذا الميزان يسمى الميزان ذو الكفتين. تعالوا نشوفه بصورة اخرى كمان. هذا هو ايضا كمان، هذا الميزان اللي انتم تشوفونه قدامكم هو يسمى الميزان ذو الكفتين. طبعا يستخدم في قياس كتلة الجاذبية لجسم ما عن طريق قياس القوة المؤثرة فيه بسبب جاذبية الأرض. أنا بحط كتلة هنا، بحط كتلة بهذا الشكل، وأيضا بحط كتلة هنا بهذا الشكل، واحدة تكون معلومة والأخرى تكون مجهولة، تمام؟ راح يتحرك الميزان إلى الأسفل وإلى الأعلى لحد ما يصير في عملية إيش؟ في عملية اتزان، ومن نقدر نحسبه كم كتلة الجاذبية. طيب مبدأ التكافؤ، مبدأ التكافؤ عندنا اللي هو افترضه العالم أينشتاين، عفوا العالم نيوتن، قال يوضح فيها أن كتلة القصور وكتلة الجاذبية متساوية في المقدار، وهذا الكلام صحيح مثبت طبعا عن طريق التجارب. تعال ناخذ عليه مثال. افترض مثلا، خلينا نفترض عندنا انه عندنا انت في داخل سيارة
مثلا نفترض ان انت بداخل سياره، جميل، وعندنا بطيخه بداخل السياره، جميل. اول ما تتحرك السياره هذه الى الامام، اول ما تنطلق هذه السياره الى الامام، ايش راح يصير في البطيخه؟ نلاحظ ان البطيخه راح ترجع الى فين؟ ترجع الى فين؟ الى الخلف. ترجع الى فين؟ الى الخلف. سبب عوده البطيخه للخلف هو المقاومه، الممانعه اللي حصلت عليها. هي كانت ثابته ساكنه في البدايه، البطيخه كانت ساكنه قبل حركه السياره، فجاه تحركت السياره، راح تحصل عند البطيخه عمليه مقاومه ممانعه لهذا التغير. هذه المقاومه والممانعه نتجت بسبب مين؟ بسبب اللهم صل على محمد، كتله ايه؟ كتله القصور. نقول كتله القصور. طيب خلينا دحين نجيب البطيخة، خلينا نجيب هذه البطيخة مثلا بهذا الشكل، سطح مائل بهذا الشكل، ونضع البطيخة فوقه، نضع البطيخة بهذا الشكل. أول ما نترك البطيخة إيش راح يصير فيها؟ أول ما نترك البطيخة إيش راح يصير فيها؟ راح تنزلق إلى الأسفل بهذا الاتجاه. طبعا ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك اللي هو وجود مين؟ اللي هو وجود الجاذبية، قوة الجاذبية الأرضية إلى الأسفل، صح ولا لا؟ يعني عملية تحرك البطيخة هذه إلى الأسفل هو السبب. من هو؟ اللي هو قوة الجاذبية، يعني المسؤول عندنا هنا اللي هي كتلة، نقول عليها كتلة الجاذبية. نعيد هذا المثال مرة أخرى، نقول أنه لو كانت عندك بطيخة موضوعة في صندوق، في صندوق سيارة، السيارة كانت ساكنة قبل الحركة، ثم تحركت السيارة باتجاه اليسار، نلاحظ أنه راح تحصل عندي عملية مقاومة وممانعة للبطيخة بالعودة إلى الخلف. السبب في ذلك اللي هو من هو؟ اللهم صل. طبعا هي بتقاوم، هي بتسوي عملية مقاومة للتسارع الناتج بسبب حركة السيارة، راح ترجع للخلف. المتسبب في ذلك هو كتلة القصور. نفس البطيخة أخذناها وحطيناها على سطح مائل، أول ما راح أتركها راح تنسحب، تتحرك إلى فين؟ إلى الأسفل. السبب في ذلك اللي هو قوة الجاذبية. إذا المسؤول عن حركة هنا هو مين؟ كتلة الجاذبية. لكن لو نرجع ونشوف ان البطيخة هذه هي نفسها، هذه يمين، هذه البطيخة ما تغيرت، كتلتها هي نفسها. اذا الكلام صحيح تبع نيوتن، انه كتلة القصور وكتلة الجاذبية متساويتان في المقدار، متساويتان في المقدار. جميل. سؤال: اختر الاجابة الصحيحة التالية. تحدد مقدار قوة الجاذبية بين جسمين الكتلة، الوزن، كتلة القصور، كتلة الجاذبية. ما هي الإجابة الصحيحة؟ على طول ما دام قال لك مقدار قوة الجاذبية بين جسمين، إذا على طول نقول إن الإجابة الصحيحة هي مين؟ هي دي، كتلة الجاذبية. كتلة الجاذبية، نقول عليها كتلة الجاذبية، لأنها بتحدد مقدار قوة الجاذبية بين جسمين. جميل. السؤال اللي بعده: مقدار كتلة الجاذبية فراغ، مقدار كتلة القصور، هل بيساوي أم ضعف أو أكبر من أو أصغر من؟ أحسنت يا ريان يا بطل، يساوي. الإجابة الصحيحة هي مين؟ هي يساوي. أحسنت يا بطل. السؤال اللي بعده: هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ كلما كانت كتلة الجسم أكبر كان الجسم أكثر تأثرا بأي قوة، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ كلما كانت كتلة الجسم أكبر، يا سلام، أحسنت يا ريان، عبارة خاطئة. السبب إنها خاطئة إنه يقول لك أكثر تأثرا، المفروض، ايوه احسنت يا ريان بطل، المفروض يكون ايه؟ اقل تاثرا باي قوه. جميل، احسنت يا بطل. كذا تكلمنا اليوم عن نوعاء الكتله، تعرفنا على كتله
القصور وتعرفنا فيهم على كتلة الجاذبية، وعرفنا إنه كتلة القصور هي عبارة عن إيش؟ ها، هي عبارة عن قوة تنتج بسبب عفوا تنتج، هي كتلة القصور هي تكون هي السبب الرئيسي في إيش؟ في المقاومة والممانعة، يعني تعتبر مقياسا لممانعة أو مقاومة الجسم لأي نوع من أنواع القوة المؤثرة عليه. أما كتلة الجاذبية هي المسؤولة عن إيش؟ عن قوة الجاذبية بين أي جسمين، لكن هذه الكتلتين متساويتان بالمقدار.